يا مرحبا فيكم مستمعينا، عودناكم في آخر فقرة من فقرات برنامج هالهلالة. دائما يكون معانا دكتور أو دكتورة من مستشفى رأس الخيمة. الحين في هذه اللحظات معانا دكتور نضال محمد الدحلة، أخصائي باطنية في مستشفى رأس الخيمة، بيخبرنا اليوم عن الفطور الصحي. يا مرحبا دكتور. حياك الله. يا هلا. يا أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟ والله الحمد لله بخير، ألف خير. أنا بحب أهني جميع المستمعين عندكم برمضان، والحمد لله إحنا بالأيام الأواخر والعشرة الأواخر، إن شاء الله كل عام والجميع بخير وبصحة وبعافية يا رب. وانت بألف خير يا رب. عاد أنت محضرنا اليوم موضوع الفطور الصحي. نعم، كثير من المرضى بيسألوني على إيش الفطور الصحي المثالي اللي ممكن الصائم يتناوله وما يشعر بأي تعب أو إرهاق. فأنا الحقيقة بعتبر أنه بعد الصيام لفترة طويلة بالنهار، ويجب أن تعوض وجبة الإفطار الطاقة اللي يستنفذها الصيام والسوائل اللي خسرها الجسم، وهي هي الوجبة الرئيسية الإفطار. لذلك يجب أن تكون متكاملة تحوي جميع أنواع الغذائية، ويمكن أن تتمثل عادة في البداية من التمر والماء اللي هم الأساسيات الحقيقة، يعيدوا نشاط الجسم والطاقة. وبعد ذلك طبعا يمكن تناول الخضار واللحوم منخفضة الدهون والسمك مثلا، نشويات الصحية اللي عادة امتصاصها بطيء بالجسم، هاي تعطي طاقة أكثر، ومثل البقوليات، مثل الحبوب الكاملة، اللبن، الحليب منخفض الدهون. أعتقد هذه الأشياء ممكن تساعد الصائم على الحصول على الطاقة اللازمة من المواد الغذائية. فمثلا مثال، ممكن يفطر على 3 تمرات، بعدين يأخذ قليل من الماء، بعدين الشوربة الصحية، ولا أنصح بالشوربات الصناعية لأنها كلها مواد كيماوية ولا تفيد الجسم، إنما بتسبب له الضرر. بعدين طبق السلطة مهم جدا، لأنه الخضار تشعر الصائم بأنه بطاقة أكثر وتعطيه مواد غذائية مهمة. ممكن بعد هذا طبعا بعد صلاة نصف ساعة أو ساعة يستمر الصائم بوجبته، فيتناول قليل من الرز أو الفريكة وقطعة من الدجاج أو اللحم منزوع أو خال الدسم، ودجاج منزوع الجلد، يجب أن يكون الجلد كله دسومة طبعا. وأو سمك مشوي. يعني يحبون الجلد. هذا الضرر هو في الجلد الحقيقة، فيفضل أن ينزع الجلد ويأكل دجاج مشوي بدون دسومة يعني. وأعتقد السمك ممتاز، ممكن السمك المشوي كمان هذا صحي جدا، مع اعتبار أنه لازم المريض أو الصائم ما يأخذ كميات كبيرة من الطعام، لأنه هاي الأشياء بتشعر بالتخمة وبعديها لا يقدر يصلي ولا يقدر يروح التراويح. فمهم جدا تكون كمية بسيطة، وبعديها بروح صلاة العشاء والتراويح. ممكن يتناول وجبة سناك الساعة 10:30 11، وجبة خفيفة كمان إذا هو شعر بالجوع يعني. لكن كمان هناك في أشياء يجب أن يتجنبها، وأنا في بالي الأشياء السكريات سريعة الامتصاص وجميع الدهون، الطعام اللي فيه نكهات بكل أنواعه مش كويس، والمشروبات المصنعة مثل الفيمتو والكولا والبيبسي، هاي لا ينصح فيها طبعا للصائم. بعدين المقالي، الزيوت يجب أن يتجنبها، والبهارات الكثيرة طبعا لأنه تشعروا بالعطش طبعا بكبيرة كبيرة. هو أصلا أغلب يعني الأكل اللي يكون يعني يكون مليء بالزيوت بصراحة، وهذه المشكلة عندنا احنا زيوت ودهون وبعدين تخمة، يعني الصائم بيترس بطنه حتى توصل للآخر. وعندنا طبعا السنة انه تلت ماء وتلت طعام وتلت هواء، لو أن الصائم يمشي على السنة هذه أعتقد بيكون مرتاح جدا
وياخذ الطعام بطريقه متدرجه، يعني بيكون افضل له، بحس بنشاط اكثر يعني. فطبعا السحور مهم كمان، السحور وجبه رئيسيه، ويجب انه الصائم يتسحر وجبه عاليه البروتين، ما ياخذ حلويات، لانه الحلويات تمتص بسرعه وبترفع الانسولين في الجسم خلال النهار، بصير عنده هبوط بالسكر وبصير ضعف عام وانهاك. فيجب ان ياخذ لبن مثلا على السحور، ياخذ اشياء نشويات بطيئه الامتصاص، شوربه عدس، شوربه خضار، هاي بتساعد كمان الصائم على انه خلال النهار يحافظ على نسبه السكر في الجسم، ما يصير عنده اي هبوط. جميل. يعني اعتقد انه اهم شيء اللي هو نوعيه الطعام وكميه الطعام، فالنوعيه لازم ان تكون تخلو من كثير الاشياء اللي بتسبب الضرر، والكميه لازم تكون معتدله بحيث انه ما يشعر بالتخن الشخص الصائم. وان شاء الله الجميع اتمنى لهم صيام مقبول وصحه وعافيه دائما باتباع النصائح الأطباء. آمين يا رب. تحياتي لك دكتور، ما قصرت على هذه النصائح القيمة بالنسبة للفطور أو السحور. عندك نصيحة أخيرة حاب تقدمها للمستمعين؟ والله دائما حتى هذا النظام يجب أن يتبع في الأيام العادية، مش بس في رمضان. لو أنه الشخص مثلا اتبع نظام غذائي متوازن وجيد، وأن لا يكثر من الطعام، أعتقد يبقى إن شاء الله بصحة جيدة طوال العام إن شاء الله. تحياتي لك دكتور نضال محمد الدحلة من مستشفى راس الخيمة. بارك الله فيكم، وأشكر الإذاعة على هذه الفرصة اللي سنحت لي. شكرا لك. شكرا لك يا أختي. الله يعافيك. شكرا لك.